ينضم إلينا خبير الملاحة الجوية هارون لابيدوت. سيد هارون أهلا بك. إذن يعني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تطرق قبل دقائق لموضوع تحطم الطائرة الأوكرانية ويقول إنها ربما أسقطت بالخطأ في إيران ولم تسقط فنيا، كيف يمكن أن نعقب على ذلك؟ ما قاله الرئيس ترامب هو تحدث عن إمكانية إسقاط الطائرة الأوكرانية عن طريق صاروخ إيراني، كيف يمكنه لذلك أن يحصل؟ من الواضح أن هذه الطائرة أسقطت من الصواريخ الإيرانية من قواعد أمريكية في العراق، ولكن من أسقطها فعلا؟ أي صاروخ؟ وكما يبدو هذا الموضوع الذي يفكر به العالم اليوم، وهي أن الجيش الإيراني بالذات كل القوات الإيرانية كانوا فيما يسمى باستعداد كبير، وهم جلسوا طوال الليل باستعداد كامل لأنهم ظنوا أنه يمكن للأمريكيين أن يهجموهم بعد الصواريخ، وإذا حدث ذلك حتى الآن هذه ليست الحقيقة المطلقة، هذا تنبؤ، ولكن إذا حدث ذلك فعلا أحد الجالسين بكامل استعدادهم يمكن أن يكون مضغوط بشكل كبير، وعندما هبطت هذه الطائرة في مطار دولي ومعترف به، وهذا ليس طائرة فجائية، هو أخطأ واعتقد أن الطائرة هي طائرة من العدو وضغط على الزر. السلطات الأوكرانية وضعت 4 احتمالات لكنها استبعدت، من ضمنها عطل في المحرك، لكن استبعدت هذا الخيار. هذا صحيح، لأنهم يريدون أن يكونون حذرون جدا. العنصر المفتاح في ونقطة المفتاح هنا هي صندوق الصناديق السوداء الموجودة في الطائرة، واحدة منهم تسجل المحادثات والثانية تسجل من الأجهزة في الطائرة. هذه الصناديق وجدت من الإيرانيين وهم يقولون أنهم لن يعطوها للغرب، وهذا غير جيد لأن من المقبول أن الدولة التي تصدر الطائرة، وفي هذه الحالة هذه طائرة تابعة للولايات المتحدة، الدولة التي تصدرها هي التي يجب أن تدير التحقيق، لأن فكرة التحقيق هو ألا تحدث أحداث مماثلة، ولكن الإيرانيين لا يعطوهم ذلك وهذا غير جيد. سريعا، الحقيقة أين؟ عند من؟ حقيقة إسقاط الطائرة؟ نحن لا نعرف ذلك فعلا، ولكن الآن بسبب ما قالوه ما قال الكثير من الممثلين في النظام الأمريكي والبريطانيين أيضا. خبير الملاحة الجوية، أعتذر على ضيق الوقت، شكرا جزيلا لك.